خير على كل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح، بصبح على حضراتكم في كل مكان، ولقاء بيتجدد مع حضراتكم يوميا عبر شاشة اكسترا نيوز. وسعيدة جدا ان بكون النهاردة بصحبة زميلي رامي. صباح الخير يا رامي. صباح الخير عليك يا سمر، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي هذا الصباح. خلينا سمر كده واحنا مع مشاهدينا، والنهاردة الجمعة نستهل حلقتنا بهذا الخبر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين والوفد المرافق له. اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. من هنا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. كمان الرئيس أشار إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء. كمان سيادة الرئيس كرر تحذيره من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. صحيح يا رامي. في حاجة كمان من الحاجات المهمة اللي حصلت امبارح الحقيقة، وهي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انصار السيسي الاحتفال بعيد الأم المصرية وتكريمه لعدد من الأمهات المثاليات المكافحات طبعا. ويمكن سيادته أكد خلال الاحتفال أنه حريص كل الحرص والسيدة قرينته على حضور هذا الاحتفال السنوي، ودي حقيقة لأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة يعني بيحرص حرص شديد على الاهتمام بهذه الاحتفالات التي يعني تمد جسور الود والمحبة الحقيقة، إيمانا منه بأن مصر لا تنسى على الإطلاق كفاح وتضحيات وعطاء الأم المصرية من أجل الحفاظ على طبعا استقرار الأسرة واستقرار المجتمع. في الاحتفال ده وصف السيد الرئيس الأم المصرية بأنها ضمير الأمة والنبض الحارس الأمين على الهوية المصرية، ووصفها أيضا أنها سند والدرع الواقي أمام محاولة النيل من عزيمة الوطن. الحقيقة أنه المرأة المصرية حققت وحصلت على إنجازات كبيرة جدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال القرارات ومن خلال القوانين اللي ساهمت في تعزيز مكانتها في المجتمع، وأيضا الحفاظ على حقوقها وكرامتها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة. حتى يا سمر وإحنا بنتابع امبارح الاحتفالية شفت سيدة الرئيس بنصايحه الأبوية. صحيح. تابعتيها إزاي؟ يعني هو كالرجالة إدانا الرئيس كده شوية يعني خطط وخطوات بسيطة تبس سريعة نتعامل بيها مع الست الزوجة، وهي يعني نصائح قديمة حديثة الحقيقة، لكن السيد الرئيس حريص على مسألة يعني قوامة الأسرة الراجل والست الزوج والزوجة بيبقى فيه إحنا بنكمل بعض، إحنا مش ند لبعض وضد بعض، بل بالعكس بناء الإنسان المصري وبناء الأسرة المصرية والمجتمع من بداية هذه الخطوات البسيطة. كمان مازال يعني الحديث موصول معاكم مشاهدين النهاردة ومستمر عن دراما الشركة المتحدة واللي بتبهرنا من بداية الشهر الكريم بأعمال ممتعة ومتميزة وهادفة، نقدر نقول بتشهد تنوع كبير جدا في الموضوعات ما بين التشويق والإثارة والكوميديا وكمان الموضوعات التاريخية، وما سابوش الشعبي أكيد. كل ده هيكون معانا في النقاش هام ومتنوع هنتكلم فيه بالتفصيل طبعا، بالإضافة للسؤال الديني اليومي اللي بنقدمه لحضراتكم خلال شهر رمضان الكريم، والختام بكل تأكيد بيكون مع فقرة الصحافة وأبرز ما جاء في عناوين الصحف اللي أبرزت نشاط السيد الرئيس خلال الأسبوع. وضيف جولة اليوم هيكون الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية. زي ما تعودنا مع حضراتكم طبعا بدايتنا بتكون مع استعراض لأهم العناوين.
الرئيس السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 67. أكبر حزمة حماية اجتماعية جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. دراما المتحدة تنوع وثراء في الأفكار يناسب كل فئات المجتمع. والصحافة تبرز نشاط السيد الرئيس خلال الأسبوع. نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات هذا الصباح. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. وزير الخارجية الأمريكي نقل للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. واللقاء أيضا تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف الإطلاق النار وتبادل المحتجزين. من هنا شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. أيضا شدد الرئيس السيسي مشاهدينا على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا ضرورة فتح أفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور أشرف، أنا بصبح على حضرتك معنا في هذا الصباح، واسمح لي أسأل حضرتك كيف قرأت اللقاء الذي جمع بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وتلاقي الرؤى السياسية حول الملف الأسخن الذي يطرح نفسه على الساحة وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ تفضل. يعني أنا أقدر أقول إن سياسة الرئيس السيسي بتشكيل فريق الأزمة يسير الآن بشكل ممتاز للغاية، باعتبار أن الأمريكيين والأوروبيين والكنديين تمنوا وجهة النظر المصرية، وجهة النظر الرئيس السيسي منذ قمة القاهرة الإسلامية اللي كانت بتمثل نقطة فاصلة للتعامل مع أزمة 67. دولة الاحتلال تقتل الشعب الفلسطيني منذ 48، العنف بالعنف غلط، ردت حماس بقتل المدنيين، بقى فيه استنكار دولي، ولكن ما قامت به حماس هو كان رد فعل لما تقتل فيه دولة الاحتلال. الطريقين او الفعلين من قبل دولة الاحتلال وحماس مستنكر في ادارة الزمان. مصر تولت وقادت موقف كان العالم شايف ان ضرب حماس مع مدنيين ده شيء متفق عليه. في تغير كبير حصل في مريت مصر العربية بدعم المقاومة الفلسطينية، دعم الشعب الفلسطيني، عدم قتل القضية الفلسطينية، عدم تهجير قضية رفح دي مهمة جدا. إيه اللي قالوا الأمريكيين؟ قالوا الإسرائيليين الآتي، قالوا لهم رفح خط أحمر، لأن إحنا ما نقدرش نخسر المصريين،
وطالما تحدثت امس عن عدم الاقتراب من رفح، بل الامريكيين بداوا يوفروا حلول لدوله الاحتلال من تعاون مصري امريكي بيقودوا مشهد لتحقيق استقرار حقيقي وسلام حقيقي بعيدا على الجنون الذي يحدث في تل ابيب في اجتياح رفح والتهديد بهذه الورقه ليلا نهارا. انا افتكر لقاء بيل بلينكن مع الرئيس، مع وزير الخارجيه المصري، نعم، مع قاده وزعماء الدول العربيه الذين اتوا الى مصر، يؤكد على ان قوه الدور المصري ومركزيه الدور المصري ووضوح مصر لانها لا تتاجر بالقضيه ولا تخون كما قال الرئيس دفاعا عن شعب فلسطين، ده بيؤكد ان الموقف الامريكي بدا يتبنى الان موقف الرئيس المصري بشكل واضح. دليل على ذلك ان استطلاعات الراي في الولايات المتحده الامريكيه 50% من الامريكيين شايفين ان الاهم هو تقديم المساعدات للفلسطينيين. هذا ما قاله الرئيس السيسي منذ بداية. يعني بمنتهى الاختصار دكتور أشرف، الدولة المصرية دولة ذات أيادي بيضاء. دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، جزيل الشكر لوجودك معنا في أولى ملفات هذا الصباح. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اكد خلال السنوات الماضيه الالتزام الاصيل بتعزيز مكانه المراه المصريه بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى الا هوى الوطن، فهي ضمير الامه ونبضها والحارس الامين على الهويه المصريه والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقي أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن. جاء ذلك مشاهدينا خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية وجه الرئيس السيسي الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي. نتكلم مع حضراتكم عن الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولة المصرية لدعم المواطنين، واللي يمكن كان آخرها حزمة القرارات الاجتماعية اللي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، واللي جاءت في توقيت مهم ومناسب الحقيقة للغاية، لأنها بتعزز من جهود الدولة المتواصل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء طبعا عن المواطنين بجميع مختلف فئات المجتمع. القرارات الأخيرة جت علشان تأكد على الأسر المصرية بجميع فئاتها زي ما قلنا، وعلى رأسها طبعا الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة بشكل ينعكس بالإيجاب على أداء المواطنين في القيام بواجباتهم الوطنية وبشكل يخدم بيئة الاستثمار ويدفع عجلة الإنتاج. للتعرف على هذه القرارات خلونا نتابع العرض التالي ونرجع نستكمل فقرتنا مع حضرتك.
نتكلم اكتر عن جهود الدوله في ملف الحمايه الاجتماعيه مع الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي ومدير تحرير جريده الاهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا استاذ رابي وسمر والساده المشاهدين. يعني من متابعه حضرتك لملف الحمايه الاجتماعيه بمنتهى البساطه وفي نقاط، كنا فين وبقينا فين؟ لا هو يعني احنا لو هنشوف بونزو تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هنجد ان هو مهتم جدا بالفئات اللي هم الاولى بالرعايه والفئات الاكثر فقرا والشعب في الكل، يعني بالنسبه لمظله الحمايه الاجتماعيه دي ابتدت هذه المظله منذ يعني بدايه مثلا بتكافل الكرامه للمواطنين. هنشوف دلوقتي ان تكافل الكرامه كان في البدايه كان العدد قليل، دلوقتي اصبح فيها مش اقل من 5 مليون مواطن مثلا. بالفعل هنجد الحد الادنى للاجور وصل ل 6000 جنيه في الوقت الحالي، الزيادات في الاجور للمواطنين تصل الى نسب كبيره. كل ده ومبادرات كمان المرأة يعني مسطورة وغيرها من هذه النوعية اللي بتوفر تمويل لمشروعات المرأة سواء المتوسطة أو متناهية الصغر، يعني بتشوف هذا الفكر بأي رؤية في هذا التوقيت رغم الأزمات، ولكن الأولوية دائما للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتكون الحياة حياة كريمة بشكل فعلي. هو طبعا في المبادرات كلها اللي بتتم في الوقت الحالي او من فتره طويله منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من 10 سنوات، هنجد كل المبادرات دي تهتم زي ما حضرتك بتقول بالفئات الاولى بالرعايه. وهنشوف بقى المبادره الاهم طبعا اللي هي مبادره حياه كريمه اللي قدرت ان هي تنزل الريف المصري وقدرت ان هي توفر العديد من المساعدات للمواطنين وخاصه للمراه وخاصه الاهتمام بالمهارات اللي موجوده، الاهتمام بالمشروعات الصغيره للمواطنين اللي موجودين، كل ده من اجل طبعا دعم المواطن المصري. احنا بنشوف دايما في وقت الازمات الدوله بتقف مع المواطن. صحيح. الازمات الاقتصاديه احنا يعني خلال السنوات الماضيه نعم العالم كله مر بازمات عديده جدا اثرت بشكل كبير طبعا على صحيح ازمات متتاليه اثرت على كبريات الاقتصادات بكل تاكيد، ولكن يعني تمكنت مصر بحكمه وحنكه الحقيقه سياسيه بتجاوز هذه المحنه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الاتصال الاستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاهرام. طيب نروح لحاجة تانية خالص بقى، يعني وفي في ذات السياق ولكن من رؤية أخرى، تكاتف وخير بنشوفه. من هنا جه هذا الخبر وتتكاتف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعظيم دورها التنموي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان 2024، وده لاستكمال دور التحالف في التواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية وتوفير المساعدات اللازمة للأسر في مختلف محافظات الجمهورية. نستعرض في السطور التالية جهود بعض مؤسسات التحالف، ويعني تعمل المؤسسات في هذا السياق على توزيع عدد من الشنط الغذائية، الوجبات، الإعانات النقدية، كراتين المواد الغذائية. يعني هنشوف مجهودات أكتر ونتعرف عليها خلال هذا العرض ونعود مرة أخرى في هذا الصباح.
الموضوع الحقيقة يعني هو الموضوع الأكثر تشويقا خلال شهر رمضان المبارك، وهي الحقيقة الدراما الرمضانية المتميزة. يمكن المخرج الكبير والمتميز بيتر ميمي نشر امبارح مقطع من كواليس تصوير أحد أضخم معارك مسلسل الحشاشين، وده كان عبر حسابه على فيسبوك. مشهد بيوضح الحقيقة ضخامة العمل بشكل فني وكواليس التحضيرات اللي الحقيقة استمرت أكتر من سنة، تدريبات مختلفة، تحضيرات كتيرة جدا ومستمرة علشان تظهر في أفضل صورة. التحضيرات الكتيرة دي اللي استمرت زي ما بنقول لحضراتكم لفترة طويلة، الحقيقة كان مفادها إن احنا نشوف عمل درامي تاريخي بصورة مبهرة وبصورة يعني تلقى الحقيقة احترام الجمهور والمتابعين. كل عناصر الإبهار اتجمعت في هذا العمل الدرامي في مسلسل الحشاشين، ويمكن اتضح بداية من الحلقة الأولى ووصولا للحلقة الـ11 يا رامي على مستوى الصورة والأداء واختيار فريق العمل وأماكن التصوير. طبعا مش هنتكلم عن أداء كريم عبد العزيز الحقيقة، يعني شهادتنا مجروحة ده أكيد. يعني كمان مشاهدينا المسلسل أكتر شيء يلفتك فيه وسط هذه العناصر زي ما بنقول كده الإبهار في الحوار، استخدام مثلا اللغة، استخدام أمثل واللي بتوضح يعني دورها وتأثيرها في أكتر من مشهد في الحقيقة في الحلقات اللي فاتت. ومن هنا كمان تصدر المسلسل حديث مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. صحيح، يمكن ده رامي اللي خلاه على قمة الدراما المصرية نتيجة لكل عناصر الإبهار اللي بنتكلم عنها، من تصوير، لوكيشنات، ديكورات، كادرات وإضاءة مختلفة ومتميزة الحقيقة. بالفعل. بين الرغبة في تنفيذ العدل والالتزام بالقانون كان تحدي الفنان المصري أحمد مجدي خلال رحلته مع مسلسل سر إلهي وتجسيد شخصية يحيى. هذا الشخص مشاهدينا اللي يعني قطع عهد على نفسه بمساعدة نصرة وبتجسد طبعا شخصيتها الفنانة روجينا، فيقوم واقع في صراع أمام محاولات البعض لاستغلال القانون في تنفيذ مقربهم، بينما يعني يحاول جاهدا زي ما بنقول كده أن يطبق مفهوم العدل في كل شيء بيمر بقى في الحياة وحول طبيعة الشخصية والتحديات اللي واجهته والتحضيرات كمان اللي تحدث عنها أحمد مجدي في حواره لموقع القاهرة الإخبارية. أنا تابعت فعلا يعني حديثه للقاهرة الإخبارية رامي، ولحنه تطرق خلاله لطبيعة الدور اللي كان بيتطلب مشاهد حركة كتير جدا ومشاهد تنقل في أكتر من موقع وأكتر من مكان، والحقيقة أنه أشار أنه المسألة دي أرهقته جدا خلال التصوير، لكنه قال أنه كان هناك يعني في الحقيقة مفارقة في هذا العمل وأنه لأول مرة بيجسد شخصية المحامي رغم أنه تخرج بالفعل في كلية الحقوق، ولكن العمل ده فعلا كان فرصة أنه هو يعني يسترجع حالة دراسة القانون وروح القانون نفسها، خصوصا كمان كان بيقول أحمد مجدي أنه في الحقيقة اشتغل مهنة المحاماة لمدة يوم واحد وأدرك بعدها على طول أنه لا يستطيع الاستمرار في هذا المجال. فبيتكلم كمان يا سمر عن استفادته من دراسة الحقوق في الدور يعني اللي قدر يطبقه في مسلسل سر إلهي. قعد بقى عمل جلسات عمل مع المؤلف طبعا أمين جمال والمخرج رؤوف عبد العزيز، وكل ده علشان يوضحوا تفاصيل الدور. يمكن شخصية يحيى اللي بنتابعها في سر إلهي شخصية حد بيحب يحقق العدل في كل شيء زي ما أشرت يا رامي، ويمكن المسألة دي مسألة يعني جدلية لأنه شيء غير سهل على الإطلاق في الحياة. يمكن أضاف كمان خلال حواره للقاهرة الإخبارية قال أنه جلسات أو خلال جلساته مع المخرج سعى لاكتشاف أمور جديدة في الشخصية وفي الدور اللي بيلعبه، وحاول أنه يعني يبدع فيه ويجود بقدر الإمكان. بالفعل.
مسلسل متميز جدا ايضا الحقيقه، وهو مسلسل مسار اجباري. الحقيقه انه اغنيه تتر بدايه هذا المسلسل بتعبر بشده عن العمل الدرامي الرمضاني المعروض حاليا، سواء من حيث الكلمات او من الموسيقى، وايضا اختيار المطربين المؤدين للاغنيه، لانه المفارقه يعني وتناغم السياق الدرامي للعمل متفق بشكل كبير مع الاغنيه. يمكن اللافت للنظر يا رامي انه اسم المسلسل بيتشابه او بيتطابق الحقيقه مع اسم هو مسار اجباري، فرقه مسار اجباري. صحيح. وكمان ابطال المسلسل يعني عصام عمر واحمد داش شباب، هم ابطال يعني الفئه الشباب هي المتصدره. والفكره حلوه والكلام كله يعني تحسي العمل كله العناصر بتكمل بعضها بجد، يعني مع اسم فرقه مسار اجباري احدى ابرز طبعا الفرق الغنائيه في الوطن العربي. مسار اجباري عندها اسلوب كده بتتمتع بيه، لون طبعا خاص كده جدا، وصوت هاني الدقائق الحقيقه مميز جدا يعني جدا 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 ورائع. يمكن الفرقه دي ساهمت في يعني صناعه تتر بدايه العمل الدرامي اللي بنتكلم عنه، والحقيقه انها من الحان يعني عضو رئيسي طبعا في الفرقه، لسه بنتكلم عنه هاني الدقائق، ومن توزيع موسيقى لمسار اجباري كتب كلماتها ايضا امار مصطفى. كمان هاني الدقائق صرح للقاهره الاخباريه، والقاهره الاخباريه متصدره تصريحات ولقاءات مع نجوم رمضان. صحيح. يعني هاني قال للقاهره الاخباريه بان بدايه التحضير للاغنيه كانت بعد ما تم التواصل مع المخرجه طبعا نادين خان، وطلبت منه هو واعضاء فرقته ان هم يتولوا مهمه تتر بدايه المسلسل، وده اللي خلى فيه حماس كبير جدا عندهم ان هم فرقه مسار اجباري وهيغنوا تتر مسلسل مسار اجباري. وبالفعل حصلت الفرقه على ملخص المسلسل واجتمعوا وحضروا للاغنيه الرائعه اللي كنا بنسمعها في تتر. مفارقه لذيذه جدا الحقيقه. يمكن الملفت ايضا في لحن العمل هو انتباه متابعي المسلسل طبعا كل المتابعين خلال الشهر الفضيل. هاني قال خلال تصريحاته للقاهره الاخباريه انهم كانوا حريصين في اغنيتهم على انه الالحان تكون من تاليفهم بالكامل، وطبعا عبر عن سعادته الشديده بردود الفعل الايجابيه على تتر المسلسل، خاصه انه معروض في شهر رمضان وبيحظى بنسبه مشاهده ومتابعه مرتفعه جدا لجميع المسلسلات. وطبعا قدم تمنياته بان العمل يعني يحقق النجاح المطلوب ويقدموا اعمال اخرى بنفس النجاح. يعني احنا شفنا دلوقتي 11 حلقه، فعلا بجد حلقه ورا حلقه الدنيا جميله جدا، والفكره نفسها مننا الحقيقه. هو ده الحقيقه التنوع ده يعني بتشهده كل دراما الحقيقه الانتاج الشركه المتحده بالتاكيد. طيب يعني تنوع كبير زي ما بنتكلم، وقصص وحكايات مختلفه بيشهدها الموسم الرمضاني 2024 برعايه المتحده للخدمات الاعلاميه، اللي بتقدم يعني هذا العام وجبه دسمه من الدراما وفيها كل الاذواق، تم مراعاه كل الاذواق، وكل ده يعني بتقدمه الشركه خلال الماراثون الرمضاني. عدد كبير من الموضوعات، ملفات اجتماعيه مهمه بتمسنا كلنا، بتمس المجتمع والشباب. كمان الشركه راعت التنوع، يعني سواء من خلال الموضوعات الاجتماعيه اللي بتناقشها او طريقه تناولها. بتشوفي ده صحيح؟ يعني انا كمتابع رامي شايفه متوفر مسلسلات يعني فيها عنصر تشويق، طبعا مسلسلات تانية بتقدم صوره وفكره يعني مدتها 15 حلقه، فضلا طبعا عن مساله الاعتماد على عدد كبير جدا من النجوم الشباب، سواء ممثلين وفنيين مصورين مخرجين، كلهم الحقيقه يعني وجدوا فرصه حقيقيه للتعبير عن نفسهم والتعبير عن فنهم. يعني خلونا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا مع ضيفنا على تليفون استاذ خالد محمود الناقد الفني. استاذ خالد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ رامي، صباح الخير استاذ سمر، كل سنه وانتم طيبين. صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وخليني ابتدي سؤالي لحضرتك بالجزئيه اللي ذكرتها سمر في دردشتها وفكره ال 15 حلقه. يعني انا كمواطن وكمشاهد وكمتابع الاقي ان الفكره بتاعه ال 15 حلقه و 15 وتقسيم رمضان الشهر الكريم ان يبقى فيه كم كبير من الاعمال، ففي ناس كتير هتشتغل، ففي ابداع كتير هيتم، ففي ماده دسمه وتنوع حقيقي مختلف ومتعدد. بتشوف ده ازاي كناقد فني لفكره ال 15 اللي بدات يعني بقت متصدره الدراما المصريه برعايه المتحده؟ اولا انا سعيد بحواركم حوالين الدراما، سعيد على اللي انتوا عاوزين توصلوه للمشاهدين من حيث التنوع والابطال،
وفي الحقيقة بأسلوب راقي كمان. أنا موضوع ال 15 حلقة في الحقيقة بيحط النقط على الحروف في مسائل كثيرة جدا. أولا هو قرار حكيم وقرار ذكي جدا، وبيحط الدراما المصرية في مكان كبير، أنه بيبرز عدد من الأبطال بأكبر كم من القضايا والموضوعات. كل المبدعين والمواهب الجديدة بتلاقي مساحتها على الشاشة. بنشوف المؤلفين والمخرجين من مختلف الأجيال عندهم فرصة ان هم يبقوا متواجدين في هذا الماراثون اللي بيحقق رواج كبير على مستوى العالم العربي. هذا الفرايتي اللي بيجمع بين أجيال متعددة في الحقيقة بيعكس صورة طموحة للدراما المصرية. طبعا الشركة المتحدة عندها رؤية طويلة الأمد، واعتقد انه كسرت عيوب كتير قوي بلجوءها الى هذا النوع من المسلسلات. هذا الذكاء في الاختيار. تحدي النجوم. تحدي النجوم انه ازاي ومتغير كمان غير تحدي النجوم، انه يقدر يقدم الشخصية في 15 حلقة ويتنازل عن انه لازم يبقى موجود طوال الشهر. كمان هو في تحدي للمخرجين والمؤلفين ازاي يعالجوا ما كان ينتقد في الماضي من مسألة التطويل والمط والى اخره، وازاي يقدر يطرح قضيته، ازاي يقدر يقدم بطله بالصورة المدهشة المبهرة، ازاي يقدر المونتير والمصور والسيناريست يعبروا عن كل هذا الزخم في هذا المسلسل على مدار 15 حلقة. المستفيد الأكبر في الحقيقة من هذه النقطة هو المشاهد بالفعل. اللي هو هيحس ان هو شاف جرعة كبيرة. كل ثقافة وكل منطقة وكل توجه بيلاقي نفسه في مسلسل. من يهوى الصراع بين الخير والشر في مسألة الأكشن هيلاقي، من يهوى انه محتاج يسمع لبطل عنده فلسفة هيلاقي، اللي محتاج الاساطير والحكاوي والف ليله وليله وحكاياتها عندنا جودر ان شاء الله هيبتدي يوم 16. فاستاذ خالد محمود الناقد الفني انا بشكرك على وجودك معنا في هذا الصباح، ويبقى اكيد الحديث بقيه عن دراما رمضان برعايه المتحده. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لسؤال حلقة النهاردة، واللي أعدوا لينا زميلنا عبد المنعم إبراهيم اللي نزل الشارع، وكان سؤال حلقة اليوم: من هي أولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نتعرف ونشوف إجابات الناس قالوا إيه، ونرجع بعد الفاصل مع فقرة الصحافة واللي مشرفنا فيها النهاردة للقراءة في أبرز عناوين الصحف اللي رصدت نشاط سيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثف خلال الأسبوع. هنتناول ونتناقش في كل هذه المواضيع مع الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ورمضان كريم على كل مصري وكل مصريه وكل بيت في ارض مصر المحروسه. هنكون مع حضراتكم كل يوم من قلب الشارع ووسط الناس، هنتعرف على عدد كتير من الاسئله الدينيه وكذلك اجابات الاسئله دي. سؤال النهارده بيقول: من هي اول زوجه تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا بينا نعرف اجابات الناس في الشارع كانت ايه. مين هي أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة. السيدة خديجة. السيدة عائشة. السيدة خديجة. السيدة خديجة رضي الله عنها. كان السيدة خديجة. مش متذكر أوي. السيدة هاجر. بالفعل أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة رضي الله عنها. عبد المنعم إبراهيم، إكسترا نيوز.
وصلنا مع حضراتكم لقراءة في أبرز عناوين الصحف والأبرز في الحياة نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع، حيث شهد الرئيس احتفالية يوم المرأة وكرم عدد من الأمهات المثاليات. وعلى صعيد الجهود المتواصلة طبعا لدعم القضية الفلسطينية، استقبل الرئيس السيسي عدد من رؤساء ووزراء خارجية بعض الدول للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وأيضا رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين. أيضا مشاهدين، استقبل الرئيس السيسي قادة الاتحاد الأوروبي لتوقيع بعض الاتفاقيات وتعزيز وتطوير العلاقات. كل هذه الأخبار حنناقشها بالتفاصيل مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح، الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية. وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير على حضرتك. وخلينا نبدأ مباشرة بالعنوان الأول معنا النهاردة، نبدأ من الأهرام، وعنوان يقول الرئيس السيسي يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال. أما من الوطن فعنوان يقول الرئيس السيسي يكرم عددا من الأمهات المثاليات في احتفاليات يوم المرأة المصرية. أما من الدستور عنوان يقول الرئيس السيسي تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تحافظ على أسرتها ووطنها. تقدير كبير للأم المصرية طبعا من القيادة السياسية والدولة والاعتراف بالجميل. أستاذ شادي، شايف هذا الاهتمام إزاي؟ هو الحقيقة يمكن الدولة المصرية يعني حدث فيها تحول كبير جدا في الاهتمام بالمرأة المصرية بشكل عام والأم المصرية منذ عام 2014، بداية من الدستور بما تضمنه، دستور 2014 بما تضمنه من أكثر من 20 مادة بتخاطب كافة قضايا المرأة وبتؤكد على أهمية عدم التمييز والمساواة بينه وبين الرجل في كافة الحقوق المجتمعية التي تقدم. يمكن كمان في التعديلات الدستورية في 2019 كان في نص على أن المرأة تحصل على 25% من المقاعد البرلمانية كمان في مجلس النواب، ودي يمكن كانت نقطة مهمة جدا. حقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاحتفاء بالمرأة المصرية في هذا اليوم كل عام، وتكريم الأمهات المثاليات والحديث عن المرأة المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية ودورها الكبير اللي لعبته في العبور بالوطن من الأزمات المختلفة اللي كانت اللي مر بها مصر على مدار السنوات الماضية. كان في عدد كبير من التوجيهات اللي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، يمكن ابرزها وده اللي هنتكلم فيه حالا. وخليني اخد من كلام حضرتك علشان ما نحرقش هذا الخبر. فمن بوابة الاهرام نقرا معاكم مشاهدينا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يكلف الحكومة بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن. اما الوطن فقالت الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة. الوطن أيضا، الرئيس السيسي وجه بتوفير تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة بأقل الشروط والضمانات. أستاذ شادي، بتتابع جهود الدولة في فكرة تمكين المرأة بشكل فعلي في جميع المجالات المتاحة في الدولة المصرية؟ الدولة بتقدم كافة الفرص لدعم المرأة في كافة المجالات. يعني مثلا احنا بنتحدث عن 26 مليون سيدة استفادت من مبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنتكلم عن 47 مليون سيدة استفادت من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يقرب يعني بنتحدث عن 47 مليون سيدة استفادت من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. و 88 مليار جنيه
تم ضخهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية. فإحنا بنتحدث عن عدد كبير جدا من المبادرات وعدد كبير من الـ البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها لدعم المرأة في مختلف المجالات تأكيد على مختلف، يمكن هناك تعاون كبير ما بين مختلف الوزارات لدعم هذه البرامج والتأكيد عليها وتنفيذها بشكل فعلي وقياس تأثيرها أيضا سواء في المناطق الأكثر احتياجا سواء من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء غيرها من البرامج التي يتم تنفيذها. والحقيقة خليني بس أكد كنقطة أخيرة، المرأة المصرية يعني بتحظى بدعم كبير جدا من القيادة السياسية والتأكيد على حصولها على كافة حقوقها، ويمكن ده اللي أكد عليه الرئيس في خطابه أمس بمختلف الرسائل اللي قدمها خلال الاحتفالية. ننتقل مع حضرتك لمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية في هذا الشأن، ونقرأ من اليوم السابع: الرئيس السيسي يحذر خلال لقاء بلينكن من عواقب أي عملية عسكرية برفح الفلسطينية. أما من الدستور، الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. كيف تابعت أستاذ شادي ما دار من مباحثات بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خاصة مسألة التحذير من أي عملية محتملة في رفح الفلسطينية؟ هو الحقيقة أن الدور المصري حاليا في هذه القضية تحديدا أصبح الأكثر يعني انخراطا في القضية الفلسطينية وفي محاولة إيجاد حلول لوقف الحرب على غزة. الدور المصري حاليا أو يمكن الدولة المصرية حاليا الأكثر يعني تأثيرا في هذه القضية تحديدا. مصر أكدت وتكرر التأكيد دائما على عدد من الرسائل المختلفة المتعلقة بالوقف الفوري لإطلاق النار، إنفاذ المساعدات بشكل عاجل ومتواصل لداخل القطاع، أيضا إيجاد رؤية شاملة لحل الدولتين على حدود 67 وإنهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. يمكن النقطة الأهم أيضا واللي كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد عليها باستمرار هي فكرة رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، ويمكن ده اللي كان فيه توافق كبير جدا ما بين الجانب المصري والجانب الأمريكي خلال اللقاء بالأمس. وخليني أكد نقطة مهمة، أن مصر نجحت خلال الفترة اللي فاتت في تغيير ردود الفعل العالمية أو المواقف العالمية لتتسق مع الموقف المصري. يعني كان في البداية هناك تأييد كامل للجانب الإسرائيلي، ثم أصبح هناك تراجع لفكرة التحدث عن الإنسانية والتحدث عن مصر فضحت ازدواجية المعايير اللي بيقوم بيها الأوروبيين يعني والغرب بشكل عام. صحيح. فهي دي يعني ازدواجية المعايير دي كانت يعني من أهم النقاط اللي أكدت عليها مصر وكررتها بشكل مستمر، وده اللي تحدث معاه فعلا مع الرئيس القبرصي. وخلينا نروح برضو مع حضرتك من جريدة اليوم السابع: الرئيس السيسي يبحث مع نظيره القبرصي الوضع في غزة وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية. أما بوابة الأهرام فتقول الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي ويبحثان إنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المجاعة في غزة. الحقيقة أن الجهود المصرية الدبلوماسية لا تتوقف من أجل دعم القضية الفلسطينية، وكمان أستاذ شادي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي في هذا الشأن قرأته إزاي في هذا التوقيت؟ وطبعا لقاء الرئيس السيسي ونظير القبرصي كان على هامش القمة المصرية الأوروبية اللي عقدت في قصر الاتحادية واللي ضمت مستشار النمسا ورئيس القبرصي رئيس وزراء اليونان رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس وزراء بلجيكا باعتباره الرئيس الاتحاد الأوروبي وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية. ويمكن سواء هذا اللقاء أو حتى القمة نفسها بتعكس الدور المحوري لمصر سواء في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها حتى في القضية الفلسطينية، أو حتى باعتبارها البوابة الدخول للقارة الأفريقية وما بها من استثمارات. القمة وهذه اللقاءات بتعكس أيضا مدى يعني قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وثقة الاتحاد الأوروبي في القدرة المصرية على التأثير الفاعل في منطقة الشرق الأوسط.
طيب ننتقل لليوم السابع ونقرأ الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان تكثيف الجهود لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. أما من بوابة الأهرام الرئيس السيسي يستعرض مع المستشار النمساوي جهود مصر لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع. إذن أستاذ شادي نرجع لمسألة رؤيتك للجهود المصرية لحشد يعني الرأي العام أو العديد من العواصم وال زعماء للنظر بزاوية عادلة للقضية الفلسطينية. صحيح. يعني يمكن زي ما حضرتك ذكرتي مصر بتحشد كافة الجهود الدولية وإحداث نوع من التوافق على إنهاء إطلاق النار في غزة والبدء مرحلة جديدة من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء هذا التوتر في منطقة الشرق الأوسط. يعني حتى هذه الدول باتت ترى أن مصر حاليا تعاني من حالة عدم استقرار من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومصر ذات ثقل كبير في المنطقة ولها دور محوري، وبالتالي كان لابد من الجلوس مع مصر للتأكيد على مدى استراتيجية العلاقات. ويعني يمكن القمة المصرية الأوروبية كان من أهم الخطوات اللي تمت فيها واللي تم الإعلان عنها هو ترفيع العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ودي خطوة كبيرة ونقلة كبيرة. فبالتالي دي هتنعكس على كافة الملفات ومنها حتى التعاون في ملف الملف طبعا الحرب في غزة، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي لتفعيل الدور المصري بشكل أكبر في هذا الملف. في سياق آخر، يعني اليوم السابع كتبت عنوان الرئيس السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع قادة أوروبا بشأن تطوير العلاقات. أما موقع مبتدأ، الرئيس السيسي نجحنا في تحقيق نقلة نوعية بشراكاتنا مع الاتحاد الأوروبي. اليوم السابع بيقول الرئيس السيسي للقادة الأوروبيين سنشهد التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي. سريعا وفي دقيقة، ماذا عن العلاقات المصرية والاتحاد الأوروبي وأهمية هذه الشراكة في هذا التوقيت مع تطوير العلاقات؟ يعني سريعا، الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي شراكة وثيقة طويلة المدى. هناك ثقة من الاتحاد الأوروبي في مصر سواء على مستوى السياسة الخارجية لمصر أو على مستوى المشروعات الداخلية والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات. والتطوير الذي شهدته مصر في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية انعكس بشكل إيجابي جدا على فكرة جذب الاستثمارات الأوروبية داخل مصر، وخاصة في مجالات متعلقة بالتعاون المشترك في مجالات الطاقة، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر. يمكن هذه المجالات تحديدا هي الأكثر تركيزا خلال الفترة المقبلة اللي هيكون فيها تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ شادي، شرفتنا ونورتنا الحقيقة، ويعني استفدنا كتير برؤية حضرتك لكتير من الملفات. شكرا. الأستاذ شادي سلطة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بالأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا ليك طبعا زميلي العزيز رامي الحلواني على هذه الحلقة من هذا الصباح. شكرا موصول ليك يا سمر، وموصول لحضراتكم مشاهدينا. غدا صباح جديد يجمعنا هنا على إكسترا نيوز، ودمتم دائما في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.